السلام عليكم. نعود نكمل في الديسكريت كونفوليوشن. الآن في عندنا حاجة دائما بنستخدمها عندنا ككل، في تعلمناها في مادة اللينيرز واللينير سيستمز وسيجنالز، وبنعرفها من الرياضيات. ايش بتقول لو عندي في وان دومين، عندنا تو دومين اللي هم الفريكوانسي دومين والتايم دومين. لو عندي convolution في one domain، لما نروح للدومين الثاني بصير ما ايش multiplication. الان اللي عندي هاي عملية multiplication في z domain، e في واحد و e في z، e واحد في z و e اثنين في z، عملت لهم multiplication. تعرف المultiplication في الارقام تختلف عن المultiplication في البالانوميالز. عن البالانوميالز انا بدي احاسب على الايكوال باورز، هاي الدي سي كومبوننتس اللي عندي، الاي واحد في زيرو في اي اثنين في زيرو اعطتني الدي سي كومبوننت. الان الزي ماينس واحد باخذها من مين؟ من اي واحد في زيرو في اي اثنين في واحد، او اي واحد في واحد واي اثنين في زيرو، فهذا اعطتني الباور زي ماينس واحد. لما اروح للباور زي ماينس اثنين باخذها من ثلاث اماكن، من هي لما تكون اي 2 اللي عندي هنا زي ماينس 2، او وهذه بتبقى زيرو الاي 1، او اي 1 اوف 2 واي 2 اوف زيرو، او اي 1 باخذ منها زي ماينس 1 واي 2 اوف 1 باخذ منها زي ماينس 1 وهكذا. والان بعمل للثنيات بنفس الطريقه. فهذا لو بدي اعبر عنها بطريقه مبسطه، ايش بدي اقول؟ او كلوز فورم، هذا بدي اساوي السميشن للان ايكوال 0 لحديت كي، اي 1 اوف ان، اي 2 اوف كي ماينس ان، او العكس بدي اساوي السميشن من ان ايكوال 0 لكي، اي 1 اوف كي ماينس ان، اي 2 اوف ان. وهذه هي تايم دومين بروبرتي. وزي ما حكيت هنا، لو هنا عندي مالتيبليكيشن هنا بدها تتحول لايش؟ لكونفوليوشن. الان في الماتلاب في عندي كوماند بسميه كونف، اللي هو بيعمل لي كونفوليوشن لاي واحد واي اثنين، وانا معرفهم از بولينوميال. الان من الشغلات اللي بنطلع عليها برضو ايش؟ السيميوليشن دايجرامز اند فلو جرافز. هذه مهمه جدا، لانه انا في الكنترول سيستم عادة بعمل ريبريزنتيشن لأي سيستم عندي، يا إما بعمله على شكل بشكل عام على شكل بلوك دايجرام، أو على شكل سيجنال فلو جرافز، أو بعمله على شكل ديفرنس إكويجن، أو على شكل ترانسفر فانكشن. الآن هذول كلهم هذه بتعطيني graphical representation. graphical representation لو جيت عندي هان، هاي الـ input E، هاي السيستم عندي G، الـ output M، M عندي بدي ساوي الـ input في السيستم اللي عندي، اللي هي multiplication عندي. طبعا هذا بنتكلم على الـ frequency domain، يعني في عالم الزي. هان نفس الشيء الـ error اللي عندي، لو في summation هان ايش بدي ساوي؟ بدي ساوي ال E of Z بدي ساوي ال R of Z minus C of Z. الآن لو أنا بدي أرسمهن هدول نفس الشغلات اللي عندي على شكل signal flow graph، هاي عندي ال E ال input، هاي multiplied by G بعطيني ال M، وهذه عملية summation عندي، هاي C مضروب في ناقص واحد، وهاي ال R مضروب في واحد بتعطيني ال E. الآن عادة أنا لما بدي أعمل representation للدلي للسيستم، كيف بدي اعمل ريبريزنتيشن للديلي اوف سيستم؟ لما بدي اعمل هاي عند الاي اوف كي بتروح على الشيفت ريجستر، بصير لها 1 يونت ديلي، بتعطيني اي اوف كي ماينس 1. الان اي اوف كي بقدر اعملها ريبريزنتيشن، اقول تي، والتي عباره عن ديلي، والديلي ال 1 يونت ديلي هي عباره عن زي ماينس 1 في لغه الزي ترانسفورم. فهذه الثلاثه متساويات، بس هذه اللي احنا بنستخدمها بشكل عام. الآن برضو من الشغلات اللي بتهمنا نعرفها إيش هي الـ State Space Representation. لأي سيستم بقدر أعمل له State Space Representation. إحنا بنعرف إنه أي سيستم بقدر في أرض الواقع هو عبارة، فيش حاجة اسمها Linear System على أرض الواقع. على أرض الواقع اللي عندي Non-Linear System. Non-Linear System هو
بعمله representation as a state space model، بس الماث اللي احنا بنتعامل فيه بيختلف عن الماث في النون لينير على الماث اللي بنتعامل فيه في اللينير سيستم. الان بنلاحظ حاجه واحده في النون لينير سيستم، الستيتس والاوتبوت بيعتمد على الستيتس تبعت السيستم، بيعتمد على الانبوت للسيستم، وبيعتمد على التايم للسيستم. فهذول الثلاث متغيرات رئيسيه علاوه على الانيشال كونديشن. الان ترانسفر فانكشن ريبريزنت، وهذه معلومه مهمه تعرفها ودائما بنسال فيها، ايش الترانسفر فانكشن تعمل ريبريزنت؟ ذا ريليشن شيب بتوين ذا اوتبوتس اند انبوتس اندر زيرو انيشال كونديشنز ان ذا فريكوينسي دومين. يعني الترانسفر فانكشن ممكن تكون الترانسفر فانكشن على شكل ماتريكس، لو السيستم عندي مالتي انبوت مالتي اوتبوت، لو كان سنجل انبوت سنجل اوتبوت تبقى عباره عن فانكشن، والفانكشن هاد بتمثل علاقه بين الاوتبوت والانبوت، بس ايش بدك تفهم هذه اندر زيرو انيشال كونديشن، وهذا العلاقه بتتم بالفريكوانسي دومين. الان الديفرنس اكويجن بتمثل العلاقه بس يعني على شكل states او على شكل delayed input و delayed outputs، بس هذه in the time domain. ال state space models هذه عندي لو عندي in order difference equation، فانا بقدر امثلها ب in first order difference equations، يعني من الاوردر بتحول من nth order difference equation الى in first order difference equation. يعني لو عندي معادلة من الدرجة الثالثة بحولها لثلاث معادلات first order difference equation. الآن عندي أربعة معادل مشهورين، إيش هما؟ أول واحد بسميه direct method أو controllable canonical form، وأحيانا بسميها phasor form، هذول نفس المسمى. الآن الطريقة الثانية بسميها nested programming وبسميها observable canonical form. الطريقة الثالثة بسميها cascade method أو بنسميها، والطريقة الرابعة بنسميها parallel form أو diagonal form أو Jordan form. طب إيش ميزة كل واحدة عن الثانية؟ هذه من المعلومات المهمة تعرفها. الميزة الأولانية للdirect form، هذه لو أنا بدي أعمل state space خلينا نقول او state feedback control، يعني انا بسموها هذه الطريقه احيانا برضو بول بليسمنت. في البول بليسمنت او state feedback control هذه بتعطيني طريقه سهله لحساب الجين المطلوب، يعني هذا بصير معادله جبريه سهله الحساب، فعشان هيك بنستخدمها لما انا بدي اعمل state feedback للسيستم. الان وهذه منها يعني بتطلع عليها بتقدر الحسابات تبعاتي، يعني زي ما بيحكوها لما انا بدي احسب الجين بدي يساوي مثلا 5 ناقص 2 حاجز بهذا المفهوم، هذه سهله حسبتها. بينما لو انا بدي احسبها بالطرق الثانيه يمكن يكون المعادلات بيبقى فيها coupled وبتبقى صعبه، احيانا بيطلع عندي non linear equations وصعبه احل اجيب الجين بشكل مباشر. الان النستد بروجرامينج او الاوبزرفبل كانونيكال فورم الميزه فيها لو بدي اعمل هنا state estimation او state predictor، يعني هذا وقت ايش بعملها؟ لو عندي الستيتس مفقوده فانا بدي ايش اعمل استيميت او بريدكشن ايش الستيت حتكون، فهذه سهل جدا انه احسب هذه الجينز لاجيب البريدكشن او الاستيميت باستخدام هذه الطريقه. احيانا ثاني بيبقى السنسر تبع اللي انا بدي اقيس فيه الستيتس هذه غالي، فاسهل لي اعمل استيميت من ما اشتري الجهاز. الان الكاسكيد ميثود من الشغلات اللي سهل جدا فيها توزيع الجين في السيستم، يعني كل هيدكم بتعرفوا انه ايش يعني الجين هاي للسيستم. احيانا بصير عندي السيستم بدخل في الساتوريشن،
الساتوريشن منطقة نون لينير، يعني ايش؟ التغير في الانبوت لا يرافقه تغير بنفس المقدار في الاوتبوت. فايش بصير؟ بدخل النون لينير ريجن. الان انا شغلتي دائما ما ادخلش السيستم في النون لينير ريجن، فلهذا السبب ايش بعمل؟ بستخدم الكاسكيد. الكاسكيد بيعطيني قدرة على احرك الجين بشكل ووزعه على كل يعني الدوائر او كل خلينا نقول الكومبوننتس تبعات السيستم، بحيث ولا واحده فيهم تدخل في الساتوريشن. الطريقه الرابعه بسميها البارالل فورم، وهذه اكثر مجهود بتاخد، او الدياجونال او الجوردن فورم. بس ايش فيها ميزه؟ ايش الميزه تبعها؟ كل معلوماتي باخذها باي انسبكشن، يعني مجرد ما اطلع على الاي ماتريكس، البي ماتريكس، السي ماتريكس، الدي ماتريكس، بقدر اعطي معلومات مباشره. يعني لو بدي السيستم اشوفه ستيبل او ان ستيبل، بطلع على الاي ماتريكس، ومجرد من النظر للاي ماتريكس بقول السيستم هذا ستيبل او السيستم هذا ان ستيبل. وهذا حنفرجيكم اياها لما نوصل للبارل فورم. نفس الشيء بالنسبه للبي ماتريكس، لو طلعت عليها بقول هل السيستم كنترولبل ولا ان كنترولبل. نفس الشيء لو اطلعت على السي ماتريكس بقول هذا السيستم يعني اوبزيرفابل او ان اوبزيرفابل. من الخلاصه اللي عندي من الاي والبي والسي، بقدر اقول السيستم هذا مينيمال ولا ان مينيمال. الان نفس الشيء بقول عندي في عندي فيد فورورد في السيستم ولا ما فيش فيد فورورد في السيستم من النظر على الدي ماتريكس. لهذا السبب من الشغلات المهمه. هنا عملية تمثيل للعلاقة، هذه هي العلاقة على شكل transfer function، هنا العلاقة على شكل اللي عندي state variable الموجودة عندي. طيب ناخذ بريك الآن وبنرجع كمان شوية نكمل في الميثود اللي حكينا عنهم الأربعة.